بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله لان امثلتنا الشعبيه منتجنا الوطني وارثنا الحضاري ولانه تجربه انسانيه فانه لاجل ذلك كله يستحق منا ان نقف عنده بالدراسه والبحث لنعرف مدى غنى هذه التجربة وقيمة هذا الإرث ومدى صلاحية هذه التجربة الإنسانية لتستمر معنا في الزمن. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا مع امثلتنا الشعبية الجزائرية نحاول أن نتعرف إليها وأن نعرف مدى صلاحيتها في أن تستمر معنا في الزمن وهل حين توضع في ميزان الشرع والعقل نجدها بأنها أمثلة صالحة شرعا صالحة عمليا لكي تستمر معنا في هذه الحياة مثالنا الشعبي لهذه لهذا اليوم يقول يقول مثالنا الشعبي لهذا اليوم اللي يحبني ما لي قصر واللي يكرهني ما لي قبر اللي يحبني ما بنالي قصر واللي كرهني ما بنالي قبر والمعنى أن الناس الذين يحيطون بنا في هذه الحياة بين محب ومبغض يعني كاين الناس يحبونا وكاين الناس يكرهونا ولكن في نهاية المطاف هم مستوون لأنه هذا الذي يحبنا لم يقدم لنا شيئا في هذه الدنيا هذا الإنسان ما بنالناش قصر والمعنى أنه لم يقدم لنا خدمة جليلة وأولئك الذين يكرهوننا في الحياة لم يضرنا بشيء لأنهم لم يقدموا لنا الموت لأنه بناء القبر خدمة إنما المقصود ها هنا الموت تقديم الموت مبنى لقبر بمعنى لم يقدمني إلى القبر بسبب إذايته وبسبب هذا الكراهية الحقيقة هذا المثال بحاجة إلى أن نقف عنده قليلا وأن نعرضه على ميزان الشرع والعقل لنعرف مدى صلاحية هذا المثال في أن يستمر معنا في الزمن فهل فعلا حب الناس وبغض الناس لنا في حياتنا لا يهم بهذا الاطلاق دون ان تكون له ضوابط وقيود؟ لو اننا رجعنا الى الشرع لوجدنا بان الشرع يقرر بان محبه الناس نعمه من نعم الله وعطاء عطاء من رب العالمين لأجل هذا يقول القرآن الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي سيجعل لهم الرحمن ودادا وقبولا عند الناس فإذا هذا عطاء إلهي أن يكون الإنسان محبوبا من طرف الآخرين وبالمقابل الإنسان الذي يبغض داخل مجتمعه لا يمكنه أن يكون إنسانا سعيدا ولا فخورا بذلك الوضع الذي يعيشه طبعا سأذكر الاستثناء بعد حين لأنه المعنى حينما يوضع في سياق معين سيكون معنا صحيحا ولكن إطلاقه دون ضوابط هو الذي نحاول أن نناقشه في هذه اللحظة. قلت المحبة عطاء المحبة منحة إلهية عندما يحب الإنسان ولأجل هذا جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى إذا أحب عبدا قال لجبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه ثم ينادى في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم بعد ذلك يكتب له القبول في هذه الأرض فمحبة الله عز وجل للإنسان نعمة هذه النعمة بعد ذلك يبثها الله تعالى في قبول عند الناس فالناس تحب هذا الإنسان فبعض الناس الله عز وجل أعطاهم قبولا في هذه الحياة فتجده محبوبا نجد هذا في الأسر بعض الأسماء في الأسر تجدها أسماء متفق على محبتها نجد هذا أيضا في العمل بعض الأشخاص تجده إنسان محبوب في عمله تجد هذا أيضا في الأحياء فبعض الجيران أناس محبوبون الجميع متفق على محبتهم ولا شك أن هذه المحبة إنما تحصل عليها هؤلاء الناس بسبب الأخلاق الحميدة التي يتصفون بها بسبب لشك المعروف الذي يقدمونه داخل الوسط الذي يحيون فيه إذا محبة الناس هذه منة إلهية وبغض الناس يمكنه ان يكون عقوبه وقد راينا في تاريخ السنه النبويه الشريفه بان بعض الناس عاقبهم النبي عليه الصلاه والسلام بان طلب من المجتمع بان يقاطعهم اولئك الثلاثه الذين خلفوا الذين حدثنا عنهم القران الكريم وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم فاذا عدم قبول الانسان في المجتمع لا يمكنه ان يكون ميزه يفتخر بها الانسان متى يكون هذا المثال صالح لان يقال حين يقوم هذا الانسان بسلوك صحيح موافق للشرع يتفق مع أعراف الناس فإنه إنما يقصد بهذا العمل وبهذا السلوك إنما يقصد به وجه الله عز وجل ثم بعد ذلك يقول بأن محبة الناس لي بسبب هذا الصنيع أو بغضهم لي بسبب هذا الصنيع هذا أمر لا يعنيني كثيرا انما اقصد به وجه الله تعالى فاذا انصب هذا المثال في هذا المعنى نقول بان المثال بهذا المعنى يمكنه ان يكون صحيحا خاصه عندما يكون الانسان يؤدي عملا موافقا للشرع كما قلت منسجما مع المجتمع فإن هذا المعروف عندما يقوم به الإنسان إذا أبغضه بسببه الناس فإنه لا يلتفت، وإذا أراد به وجه الله تعالى فإنه لا ينتظر مديح الناس، أما إذا كان المقصود بالمثال وهذا خطير جدا المقصود بالمثال أن أن الإنسان يكسر التقاليد والأعراف التي يجتمع عليها الناس بحيث أن الإنسان يكسر هذا هذا التقليد الذي يجتمع عليه الناس وهذا الاتفاق الذي يتفق عليه الناس ثم يقول بعد ذلك لا يهمني هذا الذي يحدث من طرف الناس أي أن ردة فعل الناس لا تهمني نقول حين تكون التصرفات لكسر الأعراف الحسنة لكسر القيم المجتمعية الحميدة ثم نقول هذا المثال ساعتها يكون المثال غير موفق عندما نكسر قيم في الأسرة عندما نكسر قيم في المجتمع ثم نقول بعد ذلك للناس اللي حبني ما لي قصر واللي كرهني ما لي أي أنني لا اهتم بردته فعل الناس نقول هذا لا يمكنه ان يستقيم والذي ينظر الى حياتنا في الواقع يقول باننا نهتم في الكثير من الاحيان باراء الناس والا فما قيمه التعليم وما قيمه المربي وما قيمه الاب والام والكبير في العائله في المجتمع عندما يصوب من نقول ويصوب ما نفعل ما قيمة الدراسات والرسائل التي تقدم حتى يشرف الأساتذة على تصحيحها وتصويبها؟ نحن نهتم الحقيقة بآراء الناس وبأقوال الناس فينا ولكننا إنما نهتم لذلك لأنها تبني كياننا لأنها تستدرك النقص الذي فينا لأنها تحاول أن تصلح الإعوجاج الذي يصيبنا ونحن جميعا عرضة عرضة لهذا النقص ولهذا الاعوجاج، فإذا نقول هذا المثال إذا ما كان لكي يكسر القيم الاجتماعية فنقول بأنه مثال لا يصح أن أن نقوله، إذا كان المقصود بهذا المثال أن أنني إنما أريد وجه الله بما أفعل وأنني أعتمد على نفسي في هذه الحياة فلا شك أن الاعتماد على النفس مطلوب ولا شك بأن الإخلاص في التوجه إلى الله عز وجل مطلوب فساعتها يمكن أن يستقيم هذا المثال إلى أن نلتقي في حلقة قادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته